سبحان الله، لا يتأخر أي واحد فيكم عن العمل. لا يتأخر أبدا عن الطائرة، صحيح؟ أما الصلاة لا، قال معذور أنا. لو تراقب هذا المسجد تجد أصحاب الصف الأول في الغالب لا يتغيروا، اسأل الإمام. وتجد من يتأخر دائما لا يتغير. حتى في أنتم في لعب الكرة أيضا يوجد هكذا، في العمل هكذا، لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق، نسأل العافية والسلامة. يا أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم ما تأخر عن صلاة واحدة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. بعض السلف الصالح 40 سنة هو دائما يدرك تكبيرة الإحرام، 40 سنة ما يمرض. نعم، تكبيرة الإحرام 40 سنة. بعض الناس لا يستطيع مثلا 40 صلاة. ماذا تصنع؟ إذا أذن للصلاة اترك كل شيء. ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. ادعو الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هذا الدعاء. لكن ممكن حصل ظرف لهذا، يعني أقول عندنا ميت، عندنا مثلا مريض، سقطت مثلا فلانة، تكسرت أو كذا، أو حادث، أو ذهبت إلى الشرطة أو إلى المستشفى، ما صليت الظهر مرة واحدة، دخلت إلى المسجد والإمام في العصر، أدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر، بعد أن انتهي من الصلاة أقضي العصر. لابد نرتب الصلاة. الكفار ينظر إليكم عندما يؤذن الأذان، ينظر إليك، هل تصلي أو لا؟ ممكن يقول مسلم؟ يقول نعم. يقول كيف ما تصلي؟ الكافر عندما يرى المسلم محافظ على الصلاة، محافظ على الدين، يحترم المسلم. يا أخواننا التجار جاءوا من بعض البلدان، نقلوا الإسلام بماذا؟ بالتعامل بالتجارة. إذا لابد أن نطبق الإسلام خارج وداخل المسجد، ليس فقط داخل المسجد.